شباب عمان يحملون الرسالة ويبحرون. تعجز كلمات القاموس العربي عن الخروج بأحرف تقال في وداعكم، لكنها تحتوي الكثير من كلمات الدعاء لكم بأن يتجدد اللقاء بعد أن تكونوا قد أديتم رسالتكم التي تحملوها من لدن المقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. أبداً تريد أن كما قلت لها صداقة مع جميع شعوب العالم، وأنا قلت في وقت من الأوقات أني أريد أنظر إلى خارطة العالم ولا أجد بلد لا تربط صداقة بعمان يعني حقيقة، وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية. نعم أنتم الأحفاد لرواد اجتهدوا وجابوا البحار، ونفوسهم معلقة بخالقها، قوية خطواتها، مرفرفة في سماء الطموح، عازمة على العلم والاستفادة، ناشرة رسالة المحبة والسلام. اليوم جاء دوركم بعهد جديد مع ثبات المضمون، بترسيخ رسالة المحبة والأخوة والسلام التي تحملها السلطنة إلى العالم بأسره، والأنظار شاخصة صوب تحرك سفينتكم التي كان في وداعها صاحب السمو السيد ذي اليزن بن هيثم، والذي بدوره أيضاً دشن عهداً جديداً لحكايات شباب عمان وتحديات البحار بإشهار الموقع الرسمي لسفينة شباب عمان. بسم الله وعلى بركة الله، ندشن الموقع الإلكتروني للسفينة شباب عمان الثانية والسفينة السابقة شباب عمان بحلته الجديدة. في وداع سفينة شباب عمان الثانية نعتذر للشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي ونقول: تجري الرياح كما تشتهي سفننا، نحن الرياح ونحن البحر وصناع السفن. إن شباب عمان إذ يرتجي شيئا بإيمانه وبهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجان. فاقصدوا شباب عمان وجه ربكم، تجري الرياح كما رادت لها السفن، فكل ما يتمناه المرء يدركه، هذا ما أثبته أجدادنا عبر الزمن.